أهلا بكم في ترند. لتجنب ارتفاع الحالات كما حدث في عيد الفطر، نشرت وزارة الصحة مجموعة من التدابير الاحترازية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، منها الامتناع عن التجمعات العائلية خارج إطار المنزل الواحد، اتخاذ التدابير الوقائية حتى في إطار المنزل الواحد، وخصوصا لكبار السن ومن يعانون من أمراض وظروف صحية كامنة، وتقليل المخالطة والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وأهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل. وما زلنا نواصل بعزم ولسلامتنا وسلامة الآخرين، من واجبنا جميعا معرفة واتباع الاشتراطات الصحية قبل الذهاب لصالونات النسائية أو صالونات الحلاقة الرجالية. رح نتعرف على هذه الاشتراطات الصحية في الفيديو اللي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في انستغرام، نتابع. للحفاظ على سلامتكم في الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل، يتوجب عليكم أعزائنا المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات التالية: تأكدوا من أخذ موعد قبل الذهاب إلى الصالون ومن خلوكم الكامل من أعراض فيروس كورونا، وعند ذهابكم إلى المحل تأكدوا من توافر معدات فحص حرارة الجسم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كالبقاء في السيارة إلى أن يحين وقت الخدمة، وضرورة ترك مسافة مترين بين كل الزبائن الآخرين طوال فترة البقاء في المحل، وجود واق للحماية من الاتصال المباشر مع مقدم الخدمة، الامتناع عن الأكل والشرب داخل المحل، التأكد من التهوية الداخلية عن طريق المراوح والتهوية الخارجية عبر فتح الأبواب والنوافذ، تواجد المعقمات الكحولية التي لا يقل تركيزها عن 70%. بالنسبة للحلاقة، يجب التأكد من استخدام مقدم الخدمة للشفرات ذات الاستعمال الواحد وتطهير مكائن الحلاقة بواسطة المعقم. مجموعة من الفعاليات التعليمية، الورش الإبداعية، الحفلات الموسيقية والجولات السياحية الافتراضية يتضمنها برنامج مهرجان صيف البحرين في نسخته 12، واللي أعلنت عنه هيئة البحرين للثقافة والآثار عبر حسابها في انستغرام. مهرجان هذا العام اللي يحمل شعار أقرب عن بعد ويقام ما بين 2 و 31 أغسطس 2020 راح يكون عن بعد، فبضغطة زر من المنزل بتقدرون تستمتعون بفعاليات المهرجان. تغريدة عفوية كانت سبب شهرة الأمريكي ستيف مونتغومري. القصة بدأت لما نشرت ابنته كيانا العديد من الصور اللي تعرض مطابقة والدها لكمامات الوجه مع ربطة العنق عند ذهابه إلى العمل. ستيف كان يصنع من منديل الجيب كمام مطابق لربطة العنق، مظهره جذب اهتمام آلاف المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. كيانا اللي علقت على صورة أبيها قائلة: أبي لماذا هذا المظهر؟ لم تكن تعلم بأن تغريداتها بتحصد 676 ألف لايك و 82 ألف ريبوست خلال أيام قليلة، مع المئات من التعليقات اللي أثنت على ذوق والدها. مشاهدين، أوصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من الترند. إلى اللقاء.